تحدي لعبة الجينجا، نشوف مين اللي هيوقع البرج النهارده. مين هيعترف على نفسه من الأول؟ أنت بتعترف؟ أنت اللي هتوقعه؟ أما نشوف يا مالك، ربنا يستر. طب تعالى نبتدي بقى من باب التغيير من اليمين، اتفضل على طول. يلا. في ثقة في النفس، مهندس ها؟ صحيح كهرباء بس يعني خدنا الأسس. شكرا يا فندم. أيوه طبعا شكرا. حلو بس خلاص، هي واحدة بس. واحدة بس؟ شفت الموضوع سهل ازاي؟ يلا. في تهور. ايه التهور ده يا شريف؟ طيب ايه ده؟ وانت هو متهور دايما؟ اوكي. سواقته متهورة؟ لا ماشي. يلا يا ماما. انت اتخضيتي كده ليه؟ ايه نسمة فيه؟ نسمة اتخضت قوي. ماما بالراحة. برافو. فيري سيف. لا هنحطها التالتة بتاعتي. حاولي تظبطيها وتحطيها مع بعض. معلش هو رخم عليكي. معلش. ايوه. طب ممكن تزوقي لك ممكن لا يا حبيبتي عادي ممكن تزوقيها جنبها كده. موقعة. احنا لسه في الأول. هنوقع دلوقتي يا قنظان وحش قوي. ماشي يلا يا ماما. دقة تركيز ثبات في اتش ار. عارفاكوا. يا سلام على الثقة. لا واحدة بس، ايد واحدة بس. ايد واحدة اوكي. لا اتش ار ايه بقى؟ ده انا خلاص اتش ار ايه ما تخافيش. شاطر. ماشي ممكن العكس عشان انت حاطاها بالعكس. لا يعني قلبيها. اقلبها كده؟ ايوه. حطيها حلو بقى، انتوا ليه بتعملوا كده في بعض؟ يعني ايش هظبطها كده؟ ماشي شكرا. يلا يا محمد، بالراحه يا محمد. ايه يا محمد؟ تعالى كده يا محمد. ايوه. بالراحه يا محمد. بالراحه وانت بتتحرك. جرب كده. مع انه اتس نوت ا فيري سيف اوبشن. عايز تهز. كله هيتهز دلوقتي. برافو يا محمد، خلي بالك وانت بتحطها عشان هتتهز حالا. رجعها. والله بجد رجعها مش بهزر. عادي؟ ايوه عادي، حاول تاخد واحده تانية. حلوه دي طلعت في ايدك. ايه الصدفه دي فعلا؟ ماشي حلو، حظك حلو. خلي بالك وانت بتحطها. يلا يا ليلى. خلي بالك يا ابني. ليلى جايه عارفه هي هتعمل ايه. مركزه. مركزه قوي يعني. شاطره يا لولا. خلي بالك وانت بقى ايه. ماشي. يلا. يلا يا جوجو. خلي بالك. يلا يا جوجو. بتقولي له هيعمل ايه؟ طب ما عادي ساعديه، ما تقدري تساعديه. حاسه ان هي تقع. حاسه؟ طب هنعمل ايه؟ تقدري ترجعيها تاني. مش بترجع. مش بترجع، يا تشيليها خلاص توليت انها ترجع. اوف بقت صعبه قوي يا جوجو. بقت صعبه قوي قوي قوي. بالراحه بقى يا مالك خالص، بالراحه بالراحه. ايه الثقه دي يا مالك؟ بالراحه. هناخد ايه؟ واحده بقى. ايوه طلعت في ايدك. والنبي شطارة. برافو. برافو يا مالك. برافو يا مالك. برافو. يلا. احنا بنضيع طبعا. يا باشمهندس بتضيعوا فعلا. الله. مهندس يا جماعة. هندسة تكتكة. شريف. تهورك مقلقني. تهورك مقلقني بس هو ده اللي مقلقني. بس هي سهلة، في كذا واحدة طالعة لوحدها. بنسيبهم وندور على اللازقين في بعض. سبحان الله. سبحان الله، بتبقى الحاجة قدامنا كده أهو، واضحة وضوح الشمس. طبعًا. طبعًا يعني يا شريف ده في كذا واحدة طالعة يا شريف. يلا الحمد لله. توقعاتي ما خابتش خالص. يلا نروح نشوف تحدياتنا النهاردة إيه.